الحق. حملة جديدة شنها النظام على الريف الغربي لمحافظة حلب مستهدفا مدينة الأتارب وقرى مجاورة بالقصف العشوائي وسط تحليق للطائرات المروحية. اشتباكات عدة سجلت بين قوات النظام والجيش الحر الذي كبد النظام خسائر ملحوظة. النظام رد على انتفاضات الأحرار في المظاهرات والاعتصامات بإحراق مبنى أمانة السجل المدني في مدينة إعزاز. ووفقا للناشطين فإن النظام يمهد لضربة عسكرية لكل من بلدة السحارة والأبزيمو ودارة عزة وأبين وكفر نوران. اسلوب آخر يلجأ إليه النظام انتقاما من الأحرار. حصار اقتصادي تمثل بشبه فقدان للمواد الغذائية والطبية والنقص في الغاز والمازوت، هذا بالإضافة إلى إلغاء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بالريف الشمالي ونقلها إلى مدينة حلب. الحملة العسكرية الشرسة وحملة الاعتقالات المستمرة في مدينة حلب وريفها لم تمنع خروج عشرات المظاهرات من حي السكري وصلاح الدين وسليمان الحلبي والهلاك والميسر والأشرفية ومساكن هنانو والجميلية وقاضي عسكر. ولسان حال الثوار: نريد إسقاط النظام.